فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص، يقول فما المراد بذلك وهل من تمثيل لهذه الخصائص؟ خصائص كثيرة وهي مستوفاة ألف فيها العلماء كتبا تسمى كتب الخصائص وتراجع، منها مثلا زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، هذا من خصائصه، ومنها وجوب قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم، أما الأمة فإنه يستحب لها قيام الليل وليس واجبا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.